مدنيين وفاعلين سياسيين. سلام على رسول الله إلى سيدنا محمد الله ما جنني. التي نظمتها مجموعة العيون نوستالجيا على الموقع الفيسبوك. وكذا أشكر المنظمين لهذه المسابقة من بينهم عز الدين البشيري والأخ أمين العيوني وعبد الشعيب لهذه المسابقة. وقد شارك معنا خلال هذه المسابقة 44 مشارك، ومن من بينهم تم اختيار 6 فائزين يقدمهم الأخ. إذا الفائزين حسب الترتيب، كان المرتبة الأولى فيصل الغبار، الرتبة الثانية ملك المرزوقي، الرتبة الثالثة حليمة، والرتبة الرابعة الأخ أحمد طاهر، وفي النسبة الرتبة الرابعة كاين حكيم حمداوي وسمير بدي. إذا بالنسبة للرتبة الأولى الأخ فيصل غبار فليتقدم مشكورا، سيلقي له الجائزة الأخ الحرية الأخ إدريس بودرجة مستشار في المجلس البلدي ورئيس اللجنة. شكرا. بالنسبة للرتبة الثانية غادي يتفضل الاخ عز الدين باش يقدم له الجائزة. الاخ عز الدين يتفضل مشكورا. غريبة روح 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 حسن إذا تصفيقات الرتبة الرابعة الأخ سمير بدي يقدمها لها الأخ وليد بن زينب. تصفيقات الشريطة فليتفضل المشكورين. وفي دار التطوع.